إن الشيخ المجدد رحمه الله في القواعد الأربع ذكر أن هناك فرقا بين مشرك زمانه ومشرك قريش، وذكر في كشف الشبهات فرقا آخر، قال إن شرك هذا الزمان أغلظ من شرك الأوائل من وجهين. الوجه الأول أن مشركي هذا الزمان يدعون غير الله في الشدة والرخاء، أما كفار قريش فيدعون الله في الشدة دون الرخاء. قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. حتى قيل إنهم يحملون أصنامهم فإذا اشتدت العواصف رموها في البحر. وقد قال عز وجل، والآيات في هذا كثيرة في سورة الإسراء: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يعني أتأمنون إذا سلمتم من رعب البحر أتأمنون من أن يخسف بكم البر؟ الآيات. الوجه الثاني أن مشركي هذا الزمن يدعون مع الله عز وجل فساقا، قد يشربون الخمر وقد يزنون، بينما كفار قريش فإنما يدعون مع الله عز وجل إما أنبياء أو أولياء أو يدعون جمادات تسبح لله عز وجل.